السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم شرائح الخبز بالكاشير اللي غنحتاجو فيها المقادير التاليه. غنحتاج وحده ديال الخبز ديال بانيني مقسوم على جوج، غنحتاج الموتزا، بصله مشحره في شويه الزيت والملح، غنحتاج كاشير والكاتشوب. غنمشيو دابا لطريقه التحضير. غندير كاتشوب حسب معلقه صغيره في كل جهه ديال الخبز ديالنا، نسرحوا على الخبز بهذا الشكل. من بعد نضيف ليه بصله كاشير. بالنسبة للكاشير اللي بغى يحكو على هذا الشكل يحكو، اللي بغى يخليه غير مربعات صغار ماشي مشكل، ديك الساعة كيبقى الاختيار ديالكم. وغنزيد الموتزا كيف ما كتشاهدوا، غندخلو الفرن حتى يتحمر، من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا شرائح الخبز بالكاشير هما هادو. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.